أنا في وجهة نظري أن رسالة المثقف الممكنة حاول قدر الإمكان أن تفعل شيئا يجعل المجتمع ومن ثم العالم أفضل قليلا. ولا لا تعيش ثقافتك في برج عاجي، لا تعيش ثقافتك في برج عاجي. ولا تدر ظهرك لألام العالم وألام الناس. استشعر من الناس في مجتمع. يعني قد لا تكون عندك مشكلة تتعلق بقضية تفاقم قضية الطلاق، زيادة العوانس في المجتمع، عدم زواج الشباب، قد ما يهمك الموضوع هذا لأن ما حدث لك شخصا، ما حدث لك شخصية، لكن في المجتمع فئات تتألم من هذا الأمر. لا تدير ظهرك لآلام الناس، وحاول قدر الإمكان أن تحدث تغييرا ولو كان ضئيلا. لا تترك هذا العالم إلا وقد أسهمت ولو بشيء قليل لكي يكون أقل ظلما أقل قبحا، لو بشيء بسيط. أنا أظن هذه هي الرسالة، رسالة المثقف الممكنة دون الغلو في قضية التنظيرات التي قد تكون مستندة على أشياء مبنية على حضارات أو على ثقافات أخرى.